مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. إن عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، اضغط على زر الجرس لتتوصل بكل جديد. سلام الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اش بان لكم في هذه الدخله هذه سلام الله عليكم كتبان لي احسن من ديك السلام عليكم، غادي نبدلوها. المهم الموضوع ديالنا ديال هذا الفيديو هو اننا جينا نشوفوا هذا التحدي ديال الملولي اللي كيتحدى ريكو. الصراحه بغيت نقول للملولي رساله من عندي، ان كاع دوك الناس اللي كتحس بهم انهم كيحطموا خوتهم المغاربه، انهم كيحقروا المغاربه هما من الداخل ديالهم. تصور انك طلعتي انك غادي تبارز ريكو، راه كلهم غادي يشجعوك وكلنا كنشجعوا المغاربه وكلنا مغاربه من الداخل. ربما انه يبين لك ولا يبغي يطلع لي فيو ديال الباج ديالو، ولا يبغي انه يجمع المشاهدات ولا شي حاجه، وغادي يبدا يطيح بك، ولكن من الداخل ديالو كون على يقين انه غادي يشجع اي مغربي. وللاسف ان ريكو دار فينا غزاوه، هادي خصنا نعترفوا بها. كاع الابطال المغاربه دوزهم وطيحهم، وكنتمنى ان يجي شي مغربي اللي غادي يرد الاعتبار. نرجعوا للملولي ونشوفوا الفيديو اللي دار بعد ما حس بالحقره من لي باج. اسمعوا. السلام عليكم الخوت، بعد نزل الاخير ديال ريكو الطريق، بعد صافا حالك كيحطوا التصاور ديالي كيقول لك بقى لنا غير الملولي يمشي يجرب حدو فرشخو ريكو يدير له يقدر الملولي يدير يفعل. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بان اي واحد تيتريني عم تحقره، واي واحد رياضي تيتريني غادي يتمدر اللي كنقول. فاش كيطلع واحد للرينك ما تعرفش شنو يقدر يوقع، عنصر المفاجاه ما تعرفش، يقدر يطيح يقدر يطيح. مادام اصلا سيتو تصوير سيتو الا وعارفين شنو تنسوا، وراكم ما غاديش تطلعوا عليا، بالعكس كتزيدوا الثقه في نفسي. شكرا لك، ولا تعطيني فرصه اقسم بالله بكل ثقه ندير شي حاجه. ما تشوفش راسك انت قراري هذيك، نهضر على راسي انا متريني. صراحه نجيو نحلوا هذا الفيديو اللي دار ولا هذا السطور اللي دار. اون فوا غادي تطلع انت مع ريكو، راه كلنا معاك، كلنا مع اي مغربي يكون عنده رجل وحده، يكون ناقص يكون زايد يكون. خاصه هذا اللقاء الاخير كنا عارفين ولا عاطين تقريبا واحد 80% لريكو انه يفوز، وباقي متشبتين بديك 20% ديال المغربي ربما، لان حتى المقابله اللي قبل من الفينال ما نصفتش المغربي. باش نكونوا واقعيين، شفنا كيفاش تعد في الدومي فينال ديالو، وشفنا كيفاش ريكو داز 100 واخا 1% كنتشبتوا في المغرب. انا قلت لكم كنشجعوا اي مغربي، يكون كيلعب سترونج، يكون كيلعب شي لعبه ما عارفيناش نقول لهم وريونا غير شكون اللي شكون اش خصو يدير باش يغلب، حنا غادي نشجعو كمغربي. نجيو نحللو هاد الرياضه هادي. انت قلتي الملولي ما عمركم تحقروا شي واحد، متفق معك. قلتي انني رياضي، راه ماشي اي رياضي غادي يواجه رياضي اخر في اللعبه ديالو، فين مختص هو. نجي نحل لك باش غادي تفهم درجه درجه. الكيك بوكسين ولا الملاكمه، راه خصك تقدر انك تلقى ضربات في الجمجمه ديالك. راه شفنا الضربات اللي كيتلقاوهم كاع الملاكمين وكاع في هاد الرياضات القتاليه. بدر هاري شحال من ضربات جاتو في وجهه، وريكو الضربات اللي كيجيوه في وجهه كيبقى واقف. تصور ان ديك الضربه جاتك في وجهك الملولي، صعيب انك غادي توقف، صعيب صعيب صعيب. حنا ماشي ضدك، حنا معاك، ولكن راه هادوك راه حياتهم كلها حياتهم كلها دوزوها في ديك الرياضه، كيفاش انه يتلقى ضربات في وجهه وما يطيحش، كيفاش يتلقى ضربات في الفخذ ديالو. تصور ان داروا دراسه للضربه ديال بدر هاري، ديك الضربه اللي كيضرب للفخذ، قالوا لك ضربه واحده يقدر يضرب بها انسان عادي وواقف عادي غادي تهرس الفخذ ديالو. راه ما ساهلينش دوك الضربات، هي هما راه مترينين عليهم، راه كيمشي للونطريمون، راه ماشي داكشي اللي كيبين لك انت انه كيضرب كيهز 60 في الصدر وكيهز هذا، راه الضربات اللي كيضرب لا في الرجلين تحت باش يعرف انه يضرب، لان تصور غير الضربه يعرض لك الكود ديالو، راه تقدر انت غادي تهرس ولا ما تقدرش تعاود توقف على ديك الرجل. هو كيعرض ليه الكود وكيعاود يضرب وكيعاود يضرب، السيد متريني على داكشي. تصور ان ضربه واحده جاتك في الوجه، انت مع احترامي ليك وكنشوفوا زعما في حياتك كامله تكون تضربتي في وجهك جوج لكمات ولا ثلاثه، ربما سلختي شي واحد شي مكان غير بدي يديه وضربك، لان الضربات ديال ريكو وديال بدر هاري وديال كاع الملاكمين راه غير اون فوا تجيك ضربه واحده لوجهك، راه صعيب انك توقف. صعيب ان الا كنت انسان عادي راه صعيب انك توقف. حنا ماشي ضدك، راك واحد الرياضه، راه ما يمكنش اننا نجيبو كريستيانو ويلعب مع ريكو، ولا نجيبو ريكو يلعب بلاصه كريستيانو. ممكن يعطي شويه ولكن باش يكون احسن منه ولا يفوز عليه في الميدان ديالو راه من سابع المستحيلات. وحنا معاك، وكنتمنى ان ريكو يقبل ذاك ذاك التحدي اللي درتي، ولو انه ما يكونش رسمي، طلعوا غير للرينغ تما لهولندا وديروا شي ماتش هكا، المهم يدوز في اللايف، ما ممكن يكون شي ممكن، ونشوفوا التحدي ديالك. لان مع احترامي ليك راه ماشي هذه هي انك غادي تتحدى المسرار في تراكسيون، ولا تتحدى انك تضرب البوله بهذا، ولا شحال من سنتور نوار عندك. هادشي خصو انك
تكون داري بهذه اللعبة، عارف فين تضرب وقتاش تضرب، يكون عندك السوفل ديال و الملاكمين المغاربة وما قدروش يسيروا ريكو في هذا في السوفل ديالو، انه كي الجولة الاولى الجوجة الثالثة صافي كينزلوا يديهم، هادو اللي حياتهم كلها في ديك الرياضة. وانا ما احنا ماشي حاقرينك، ولكن كل واحد والرياضة ديالو، كل واحد وكيعطي في المجال ديالو، راه ما يمكنش انه يجي ربما تحداه في تراكسيون غادي تغلبوا، ربما تحداش كلي يهرس البولا غادي تغلبوا، ربما تحداه في شي رياضة ديال هذا، ولكن ديك الرياضة الا ما كنتيش ربما احنا ما عارفينكش دابا انت الا كنتي كتمارس ديك الرياضة من هذا، راه ما كرهناش تنضاف للسلسلة ديال الملاكمين المغاربه اللي في هولندا، وشرف لينا شرف لينا يكون واحد بحالك، راه يكفي انا كنقول لكم يكفي شرف لينا انك انت نطيو التحدي ديالكم كفى صافي، راه ترفع لك القبعة ملي قدرتي انك تحدى ريكو ترفع لك القبعة. وحنا ما درتش فيديو انا على هذا اللقاء الاخير ديال الخبابز مع ريكو، لان صدمه مورا صدمه، كنتسناو شي واحد اللي غادي يجي يفرجها وغادي يطيحنا داك ريكو، ولو هذه الرياضه عرفنا هذه الرياضه، ولكن كيبقى الدرابو ديال المغرب كنبغيو دائما يترفع للفوق دائما. انا كنقول لكم اي مغربي كيلعب اي رياضه كنشجعوا لانه مغربي، وحنا مع المغاربه، ودوك الناس راه ماشي حاقرينك ماشي حاجرين، دوك لي باج راه كيبغيو حتى هما يجمعوا المشاهدات، كيبغيو حتى هما يطلعوا على هذا يطلعوا على هذا، وكيف اخر المطاف راه هما اول وحدين كينشروا الخبر ديال شي مغربي فاز بشي حاجه وكيتوجوا تما في الباج ديالهم، باش ما تقلقكش داك الشيء، وربما انت راك طيب زعما راك قديم في هذا السوشيال ميديا وعارف هذا الشيء. شوف هذا الفيديو اللي باش الخوت الصالح المشجع صاحب الطاقه السلبيه غير صاحب الطاقه السلبيه خرج من الباج ديالي، واش تقدر ديال الايجابيه ديال المتفائلين لا موتيفاسيون الناس اللي فايقه في راسهم، الناس اللي ما كتشوفش راسهم ما عندهم ما ديرو عندي في لاباج. السلام عليكم. كنت واحد الحاجه وجو اللي عرف قال لي في قاعده التليفون وجو اللي عرف قال جو انا في خايف من البعد الاخر كيفاش يكون ما بيننا كلش في البعد الاخر، حنا كتبنا الحقيقه كنشوفوا الواقع كيف ما هو، ولا قلنا شي حاجه راه قادين بها ماشي غير الهضره، قدرنا قدرنا بدل كيحسبوا في خاص كيحسبوا كلشي في خاص، كيقول لك اه علاش كنت في الصوريات بالعربيه قولوا لهم بالانجليزي باش يشوفوا الهضره ديالك وباش يفهموا شنو كتقول، واخا ما عنديش معاهم غير مزيان شوفوا الصوري الجاي انا غنطيح في الصوري بالانجليزي وغادي نلاقي فيها حنا ما كنخافوش لان قادين به بيكو فيرهو تتمسك في الفوني اي دون جو في الانجليزي اي سوير اوف ماي جاد اي سين يو اندر جراوند ان سويسرا جاست اكسبتد ماي تشالنج اي ام ريدي فور فايتين وذ يو غادي نحطك هنا في الصح غادي نفتح شي بار كاع المغاربه سي يو. تحية ليك وشكرا على هذا النفس الطبغرة بيديك، ولكن إلا جينا للواقع صراحة باش عاود ما نبقاوش عاود كنحلمو، راه غير الطول ديال ريكو راه مع احترامي إلا كان ملولي راه ما غاديش توصل ليه ربما الكتف، داكشي اللي كنشوف أنا كنشوف شفتو أنا لي فيديو ديالو والطول ديالو كيفاش كيحضر في الباب أنه يدخل، حتى الطول حتى الوزن كلشي كيلعب الدور، وصعيب أنك ويكفي أنا كنقول يكفي لنا شرف أنك رفعتي التحدي وقدرتي أنك تحداه يكفي، اما باش تفوز عليه من سابع المستحيلات والا مشيتي تطلع معاه للرينك حنا نكونوا اول وحدين كيشجعوك واول وحدين كيهزوا الطرابو، ربما انك ممكن تغلبوا ممكن تغلبوا، حنا راه ما باش ما تهجموش عليا في الكومونتير وعلاش حقرتي على ما حقرتوش، ولكن كل واحد والتخصص ديالو كل واحد والرياضه ديالو، الا جاي تحداه في تراكسيون ممكن يغلبوا، جاي تحداه شكون اللي يرسل البوله ممكن يغلبوا، جاي تحداه في شي حاجه اخرى ممكن يغلبوا، تحداه في الرياضه ديالو اللي هو بطل العالم صنع اعترفوا بها وي راه فاز على بدر هاري ثلاثه المرات ولا جوج، وي راه فاز على الخباب فاز على بن الصديق فاز على صنع اعترفوا بها كيبقى هو بطل العالم، وواحد وعلى فكره راه واخا هكا واخا حكى على المغاربه واخا شي صحفيين كيحاولوا انهم يشعلوا الفتنه وكيقولوا لك لا قال لهم سلخت المغاربه سلخت المغاربه كاملين، راه هو كيبقى هو من عشاق ديال المغرب وكيجي لمراكش وكيجي لهذا، الناس مقربين ليه كيقولوا انه واخا كتشوفوه كاك وحش واخا كتشوف الضربات ديالو الا انه حنين وسيد زعما متواضع وزوين زعما في التعامل ديالو. اذا وصلنا اخر هذا الفيديو كنتمنوا ان يديروا لنا شي مقابله بين الملولي ولا اختنا بين الملولي وليكو، وان شاء الله الا داروها حنا مع الملولي فيف الملولي، وان شاء الله الا طلعتي حاول انك تعطي داكشي اللي عندك وعرف ان المغاربة كاملين من طاجة الكويلة كلهم معاك، واخا دوك الباج كتبان كيبان لك انهم كيحضروك ولكن هما غادي يكونوا معاك في ديك المقابلة،
ايوا ما تعرف ربما يستجب ليه ريكو. اذا بارطاجيو هذا الفيديو وبارطاجيو الستوري ديال الملولي ودخلوا للملولي وصيفطوا لريكو اللي هذول راك ديال ريكو طاقيو. المهم ان هذا الشيء خصو يوصل لريكو باش نشوفوا نحدوا السرعه ديال ريكو هذه حتى الملولي وصل اخر هذا الفيديو. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.